عندنا ولاية تكوينية. الولاية التكوينية شنو؟ الولاية التكوينية مولانا يقول للشيء كن فيكون. يعني مثلا الإمام الحسن عليه السلام كان يلعب مع الحسين، الحسن يلعب مع الحسين والأطفال كانوا يلعبون، واحد يغمض عيونه والبقية يختبئون في مكان، فكان دور الحسين عليه السلام يغمض عيونه، يقول غمض عيون الحسين وظل يعد 1 2 3 4، كلهم اختبأوا، بقى الإمام الحسن لم يجد مكان لكي يختبئ. جابر بن عبد الله الأنصاري ينقل يقول كنت واقف وأنظر وإذا رأيت الحسن عليه السلام وهو طفل صغير أشار إلى النخلة فاقتلعت من جذورها وأقبلت عند أبي محمد الحسن عليه السلام. هذا شكله له ولاية تكوينية، يقول للشيء كن فيكون. خلاص هاي الولاية التكوينية أيضا عند الثلاث بس هؤلاء اللي ذكرناهم، لأن الله قال إنما وليكم. مولانا هاي إنما وليكم الله قيدها تشريعية أو تكوينية؟ ماكو تقييد. إذا ماكو تقييد فهي ولاية مطلقة. زين، هذا طلع أبو بكر، أبو بكر الخليفة الأول لما أراد يأخذ فدك من الزهراء. أسمع هاي الحكاية حلوة هاي، بس أريد أقيس شوية قياس صغير. أبو بكر لما أراد يأخذ فدك من الزهراء، الزهراء قالت له لماذا تسلمني فدك؟ ليش؟ فدك هدية. إيش قالها؟ قالها سمعت من رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، إحنا ما إرث، ما ينتقل إرث من النبي إلى أولاده. الزهراء استشهدت له بعدة آيات، من جملتها إيش قالت له؟ قالت له مثلا وورث سليمان داود. سليمان ابن من؟ ابن داود. القرآن يقول سليمان أخذ ميراث من داود. السنة يقومون إيش قالوا؟ قالوا لا يا شيعة، لا 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 لا، هذا وورث سليمان داود ورث العلم والنبوة بس، لم يرث الأموال. شو نقول إحنا؟ نقول لا بالعكس، الآية قال وورث، خلي بها قيد، خلي بها شرط، قال بس النبوة، قال بس العلم، هو ما قال، قال بس الأموال هم ما قال. إذا لم تقيد بشيء فإذا الآية مطلقة عامة. وورث سليمان داود يعني سليمان ورث داود كل شيء، لأن ما عندنا في التقييد مولانا، ما عندنا إشارة قرينة، ما موجودة يقول بس العلم بس النبوة. هذه كذلك إنما وليكم، خلاص وليكم يعني مطلقة، يعني هم ولاية تشريعية وهم ولاية تكوينية مطلقا. زين، ياهم الله نفس الثلاثة عندهم ولاية تكوينية، الله يقول للشيء كن فيكون خلاص. زين، ولهذا في يوم القيامة يقول الإمام الصادق الأرض تتسطح، القاع يصير صافية ككف اليد، يصير صافية الإيد، ماكو جبل ولا كوادي ولا كخندق ولا كبيت ولا لا لا مولانا، خلاص شجرة ماكو، نبتة وحدة ماكو، الأرض تتسطح. يقول الإمام الصادق فإذا كنت في المشرق وتضع بيضة في المغرب فستراها. شوف شلون مولانا، خلي لك بيضة في المغرب وأنت في المشرق تشوف البيضة، لأن الأرض شو تصير؟ مسطحة. هذا كن فيكون. إذا الشمس كورت، هاي الشمس تصير مولانا تتكور، الشمس تنطفئ، البحار تتبخر، النجوم تندرس، هذا كله مولانا راح يروح. هاي بالولاية يقول للشيء كن فيكون الله سبحانه وتعالى. هذه الولاية التكوينية عند الله بعد، والثاني ورسوله. الرسول عنده ولاية تكوينية، عنده ولاية تكوينية رسول الله صلى الله عليه وآله. شلون مولانا؟ أضرب لك مثال، أضرب لك مثال بخدمتك. مثال، أجوا نصارى أو أجوا المشركون قالوا يا رسول الله أأنت رسول من الله؟ قالوا بلى. قالوا له إذا كنت أنت رسول من الله فأتنا بآية بمعجزة. قالوا هاي سهلة، أجيب لكم معجزة. قالوا بس الآية نحن نعينها، إحنا نعين الآية المعجزة مو أنت. قالوا عينوا. قالوا له نريد منك أن تشق لنا القمر، القمر تسويه نصين،
نصفين ينتصف القمر. قالهم وأهون ما طلبتم، لكن مثل ما أنتم شرطتوا أنا ما شرط، أنا أسوي القمر نصفين لكن بشرط أن تؤمنوا وتسلموا. قالوا نسلم. قالوا نجيب شهود، جابوا شهود من النصارى من اليهود من المسلمين ومن المشركين. قالوا إذا أنت شقيت من لنا القمر إحنا راح نصير مسلمين. يمتى الوعد؟ قالوا 15 بالبرج، إذا صار القمر بدر صار قرص كامل نصعد على جبل أبي قبيس في مكة المكرمة والقمر سوي لكم نصين. طلعوا فزعة الناس يا مولانا، المشركون هاي الجماعة زين والنصارى واليهود والمسلمون وكلهم طلعوا بعد تحدي، تحدي هذا تحدي إسلام وشرك. يقول وقف النبي على جبل أبي قبيس قال لهم انظروا إلى القمر، القمر مكتمل؟ قالوا له بلى. القمر صاحي صحيح؟ بلى. القمر قرص كامل؟ بلى. شوفون القمر ما بيعيب قرص واحد؟ قالوا بلى يا محمد الأمين. يقول فرفع يده رسول الله ثم عزل، عزل السبابة والوسطى، هذه النصابية عزلهن ثم عزل السبابة والوسطى وإذا انشق لهم القمر شقين، شق إلى اليمين وشق إلى الشمال. يقول أكو قافلة دخلت من اليمن، تقول لما دخلنا هاي القافلة لما دخلنا في مكة المكرمة رأينا نصف القمر يشع نوره على النصف الأيمن من جبل أبي قبيس والنصف الآخر على جانب الأيسر من جبل أبي قبيس، النور يشع صار نصين. حتى القافلة اللي دخلت شافوا وكل الناس رأوا، وقف النبي والقمر نصفين. قالوا أتنظروا ألا نشوفوا القمر نصين لو واحد؟ قالوا لا نصين أكيد شقين. نعم يا محمد الأمين. تيقنوا أيها الشهود انظروا. يقول نظروا تأكدوا تيقنوا، صار عندهم قطع يقين على أنه أرجع القمر. أنتم على وعدكم؟ بلى على وعدنا. ارجع القمر. يقول ثم أرجع السبابة والوسطى إلى مكانهما فرجع القمر كما كان. طبعا ساروا أقسام بعد، بعضهم قالوا هذا محمد رسول الله، نحن أشهد أن لا إله إلا الله، شهدوا الشهادتين صاروا مسلمين. أو بعضهم تدروا عدهم عناد، أو بعضهم إيش قالوا؟ ما شاء الله خوش سحر والله، يقص القمر نصين هذا سحر قوي ما شاء الله. الآية إيش قالت؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرض ويقول سحر مستمر. قال هذا سحر، هذا سحر اللي يشق القمر، خوش سحر عندك يا رسول الله. زين هاي شو يسمونها؟ يسمونها ولاية تكوينية، يقول للشيء كن فيكون. زين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي بن أبي طالب سلام الله عليه، علي بن أبي طالب يمر على قصاب، يمر على قصاب، شوف الولاية التكوينية، يمر على قصاب قاعد يقطع اللحم، حاط اللحم بيده ساطور وقاعد يبيع لحم، رفع الساطور الفأس أراد أن يضرب اللحم، مر عليه علي بن أبي طالب والرجل كان ناصبي، القصاب ناصبي عدو للإمام، فبالحين اللي راد ينزل الساطور شاف الإمام فسب علي بن أبي طالب، شتم الإمام، من شتم الإمام التهب السب والشتم الساطور نزل، وين نزل؟ ما نزل على اللحم، نزل على معصم اليد، هذا يسمونه معصم، نزل على معصم اليد فقطع كف يده، قطع اليد ساطورهم ولا هذا، انقطعت ايده، من انقطعت ايده درى هذا بعد وين؟ هاي حوبه علي بن ابي طالب، هذا بخت الامام، هو الانسان الفقير المؤمن ببخت مؤنب علي بن ابي طالب امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا مولانا هذا مكث شفه وركض، كث شفه وركض خلف الامام، يا ابا الحسن يا علي الى الله واليك العذر يا ابا الحسن. شاف الإمام صار نزيف عنده شديد وشف بيده، قال له شو القضية؟ قال القضية كذا وكذا. أتائب؟ قال له بلى يا أبا الحسن أنا تائب. قال له أعطني الكف، جاب الكف خلاه على المعصم، جاء بمنديل وضع المنديل على اليد المقطوعة مولانا، ثم وضع كفه يده المباركة عليها، ثم أخذ يقرأ الدعاء وهو علي بن أبي طالب. إذا كان عيسى يحيي الأموات فعلي مولى على عيسى، عيسى خلق، خلق لأجل علي وأولاد علي، لأجل محمد وآل محمد. خلي في علمك مولانا،
خلنا ايده. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وضع يده علي بن ابي طالب على اليد المقطوعه ثم قرا اوراد ما ان رفع يده ورفع المنديل واذا رجعت اليد كما كانت بل افضل مما كانت. هذا شو يقولونها؟ ولاية تكوينية.